السلام عليكم. هنتكلم دلوقتي مع بعض عن صنع سخان بسيط جدا، مكون من صفيحة معدن زي علبة السمنة، علبة البوية. والفكرة أساسا بتقول إن احنا نسخن الصفيحة ديت من تحت، فتقوم هي تسخن وتسخن المكان اللي حواليها، يعني تسخين غير مباشر، والنار بتاع اللي نسخن بيها الصفيحة ديت عشان تدي تدفئة غير مباشرة هي بنزين مخلوط مع زيت مستهلك من العربيات، زيت بنزين بنسبة 5% أو أكتر 10% يتحط على الزيت، في دي نار شديدة بس هي بالطريقة نطلع دخان جامد، أو يتحط زيت مع جاز ودي تبقى أرخص. والأحسن من كده شعلة صغيرة تكون خارجة من أنبوب، الأنبوب فيها منظم، أوعى تشغل الأنبوب من غير منظم لما تبول غاز. وفي نفس الوقت ديت لما تسخن علبة ديت تسخن هتطلع حرارة جامدة في المكان، وفي نفس الوقت هتعكس حرارة من تحت فتسخن المكان من تحت ومن فوق. ونصيحة ما تستخدمش أواني خزف، تسخين غير مباشر زي القلة مكسورة أو قصرية زرع أو قصرية زرع أو بلاص قديم، علشان لونه بيفرقع لما يسخن، وفي نفس الوقت لما تيجي نقله هيتكسر منك. والصناعة الثانية هو تستخدم اللي هو السخان اللي بيجي جاهز زي أنبوبة شعلة، شعلة جاهزة يبقى أنبوبة بركبها من تحت، لو الشعلة أنبوبة اللي تتملي لوحدها دي وأحطها، لأن لما تنعكس عليها الحرارة بتتفرقع وتنفجر. وبالنسبة لزيت البرافين اللي هو بتاع اللي بتعمل منه الشمع الخام، اللي بتعمل منه الشمع النار ده بيقعد فترة طويلة جدا عشان يولع، يعني مثلا 10 جرام ممكن يقعد ساعة، بس بشرط عشان تولعه تحط فتلة فيه وتولع الفتلة، فالفتلة بدل ما ولعت 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 الشمع نفسه يعتبر ولعت، لكن هو مش هيولع لوحده. وشكرا.